مليار جنيه لتمويل مشروع كهرباء مدينة الخوي بغرب كردفان. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان وكوريا الجنوبية. توقف العمل في عدد من المسوحات الإحصائية بالبلاد. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية من قناة البلد الفضائية. ارتفعت أسعار العملات الأجنبية المعروضة من قبل البنوك السودانية، كما استقرت أسعار الصرف لدى تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء عقب تراجعها الأخير. وأظهرت نشرات البنوك المحلية ارتفاع أسعار الدولار برفقة العملات الأخرى، حيث صعد سعر صرف الدولار لدى بنك الخرطوم إلى 570 جنيها للتحويلات، وارتفع سعره نقدا إلى 569 جنيها. كما ارتفع سعر دولار البيع إلى 574 جنيها. إلى ذلك ارتفع سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 567 جنيها مقابل الشراء و571 جنيها للبيع. وارتفع صرف العملة الأمريكية في بنك درمان إلى 569 جنيها مقابل سعر بيع وصل إلى 573 جنيها. استعرض السيد عبد الرحمن أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين في دورة الانعقاد العادية لبنك البركة السوداني، استعرض مؤشرات أداء البنك المالي خلال العام 2021، أهمها ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 247 جنيها ليصل إلى 172 مليار جنيه بنهاية العام. كما ارتفعت محفظة التمويل والاستثمار بنسبة 189% لتصل إلى 50 مليار جنيها، وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 185 جنيها ليبلغ حوالي 88 مليار جنيه، وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة وصلت إلى 171% ليصل إلى 6.7 مليار جنيها، وبلغت نسبة كفاية رأس المال إلى 15% بنهاية العام. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 8.11 مليار جنيها بمعدل نمو وصل إلى 271%. وتمكن البنك من المحافظة على كفاءة التشغيل في حدود 33% بالرغم من زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 284% نتيجة للضغوط التضخمية، فيما بلغ صافي الأرباح إلى 5 مليار جنيها بمعدل نمو وصل إلى 261% عن العام 2020. وانعكس ذلك على عدد من المؤشرات، حيث سجل العائد على الموجودات 3.9% والعائد على حقوق الملكية 63% مقابل 3.7% للعام 2020 على التوالي. وجاء تصنيف البنك وفقا لمؤشرات الإنذار المبكر من بنك السودان المركزي مرضيا. يعلن سوق الخرطوم للأوراق المالية في إطار تحفيز تداول أسهم الشركات المدرجة عن زيادة الحد الأدنى أو الحد الأعلى لارتفاع أسعار الأسهم إلى 50%، وذلك خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الرابع عشر منه في العام 2022، وتخفيض عمولة تداول الأسهم إلى 50% خلال الفترة الحالية، مما يؤدي إلى تنشيط تداول الأسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية.
ويهدف المشروع إلى تحفيز تداول الأسهم المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية وتحريك الأسعار السوقية للأسهم نحو قيمتها الحقيقية، بما يعزز الكفاءة للسوق ويزيد من أحجام التداول زيادة الكفاءة التسعيرية المعلوماتية لسوق الخرطوم للأوراق المالية من خلال تفعيل دور الشفافية والإفصاح وتحفيز الفرص التمويلية لشركات المساهمة العامة من خلال اكتتابات عامة أكثر جاذبية للأسهم السودانية. قام المهندس الصادق محمد عثمان وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض بزيارة تفقدية لمحلية دلتي، وقف خلالها على سير الموسم الزراعي الصيفي. رافقه خلالها عدد من مديري الإدارات المتخصصة بالولاية، وقال الوزير إن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارة التفقدية للإطمئنان على سير الموسم الزراعي بالمحلية ومستوى إنبات المحاصيل، مشيرا إلى أن محلية دلتي تمتاز بزراعة أهم المحاصيل النقدية والغذائية كالسمسم والفول السوداني والذرة بأنواعها وحب البطيخ والكركديه واللوبيا البيضاء. أضاف أن المساحات المستهدف زراعتها هذا العام بالمحلية وصلت إلى 550 ألف فدان، وأبان الوزير المكلف أن معدلات الأمطار لخريف هذا العام عالية جدا وساهمت في أن تكون درجة الإنبات جيدة، وأن الموسم الزراعي المطري يبشر بتحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل خاصة النقدية والتي تسهم في الاقتصاد القومي للبلاد. اتفقت ولاية غرب كردفان ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية على تمويل مشروع إدخال الكهرباء لمدينة الخوي بتكلفة تتجاوز المليار جنيه. وأشاد الأستاذ خالد محمد أحمد جيلي والي ولاية غرب كردفان بدور مصرف الادخار للتنمية الاجتماعية في تمويل مشروعات التنمية وخاصة مشروع البنيات التحتية. وقال لدى لقائه مدير عام مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية إن الطرفين اتفقا على أن يقوم المصرف بتمويل 50% من مشروع كهرباء مدينة الخوي من محطة أبو زبد بالولاية بطول خط 83 كيلومترا، موضحا أن تكلفة المشروع تصل إلى حوالي مليار جنيه. وذكر والي غرب كردفان أن منطقة الخوي تعد منطقة واعدة اقتصاديا، وأن الولاية لديها خطط طموحة للنهوض بالمنطقة عن طريق إنشاء العديد من المشروعات التنموية في مجال البنية التحتية، من ضمنها إنشاء مطار دولي بمواصفات إيطالية في مدينة الخوي، بجانب إقامة مسلخ حديث يخدم حركة صادر الضأن الذي تمتاز به المنطقة. ومن جانبه أبدى الأستاذ مزمل عبد الرحمن أبو بكر مدير عام مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية استعداد المصرف لتمويل كافة مشروعات التنمية في كافة أنحاء البلاد، مبينا أن الادخار له منتجات مصرفية متكاملة تناسب مثل هذه المشروعات. أكد الأستاذ عبد الله إبراهيم أحمد المدير العام لشركة السودان للأقطان أن الجهود مبذولة لتعزيز زراعة محصول القطن لدوره المتعاظم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال خلال حديثه في ورشة تأمين الأقطان التي نظمها الجهاز القومي للرقابة على التأمين بود مدني أن الشركة تولي اهتماما لتأمين محصول القطن باعتباره محصولا استراتيجيا، مشيرا إلى المخاطر التي تواجه القطن بالمحالج والخطوات التي تتخذ لتفاديها. ومن جانبه تحدث الأستاذ محمد ساتي أمين جهاز الرقابة على التأمين عن دور الجهاز لتأمين محصول القطن، مشيرا إلى ضرورة اتباع إدارة المحالج طرق سليمة لتخزين الأقطان. وأكد ممثل الدفاع المدني النقيب شرطة عبد الله حسن سعد الدين أهمية عمل خطة طوارئ مدروسة لمجابهة الحوادث والابتعاد عن ممارسة نشاط داخل المحالج، مشيرا إلى ضرورة توفير طفايات للحريق من المحالج. استقبل سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، استقبل وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. وبحث الجانبان مبادرة الأمن الغذائي العربي والتي قامت بإعدادها المنظمة العربية للتنمية الزراعية استجابة لتكليف معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بصفتها بيت الخبرة العربي والذراع الفني المختص في هذا المجال. واستعرضت المبادرة إمكانيات وفرص التكامل الغذائي العربي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيزه،
كما تم فيها استعراض فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وجاء هذا التكليف بناء على طلب الاجتماع التشاوري بمجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في 30 يناير من العام 2022 تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة في شهر سبتمبر القادم. أوضحت وزارة الثروة الحيوانية أن الإعلان المنشور بتاريخ 18 من أغسطس للعام 2022 والخاص بدعوة لإبداء الرغبة بالمشاركة في مشاريع برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود في السودان بأنه لم يتم عرضه على إدارة التخطيط واقتصاديات الثروة الحيوانية بالوزارة، وليس للإدارة أي علم به إلا بعد نشره بالصحيفة. وأضافت الوزارة في بيان لها أن إدارة التخطيط واقتصاديات الثروة الحيوانية هي الجهة الفنية الوحيدة المعنية بطرح العطاءات في مجال مشروعات الثروة الحيوانية، وليس هنالك مفوض ينوب عنها فيما يخص المشروعات الاستراتيجية الخاضعة للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأستاذة أحلام مدني مهدي إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان وكوريا الجنوبية. وأشارت أحلام مدني لدى لقائها بالسفير أمير عقارب مرشحة السودان لكوريا الجنوبية إلى أهمية دور كوريا في خارطة الاقتصاد الدولي وإمكانياتها التقنية والاقتصادية باعتبارها مركز اقتصادي متقدم في المنطقة. وعددت أحلام الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها السودان خاصة في مجال الغزل وصناعة الجلود ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الشمسية، مضيفا أن السودان مناسب لهذه المشروعات مما يسهم بشكل مباشر في القطاعات الاقتصادية الأخرى من صناعة وزراعة وخدمات اقتصادية. كما تطرق الاجتماع إلى مشروعات المناطق الحرة وشركات الإدارة والمناطق الحرة الحالية وتلك التي تم إجازتها، وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والمميزات والضمانات التي تقدم للمستثمر، إضافة لبحث اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين والموقف منها ومجلس رجال الأعمال المشترك بين السودان وكوريا الجنوبية. أوصت ورشة عمل شركاء الاستثمار بولاية شمال دارفور والتي نظمتها الإدارة العامة للاستثمار والترويج بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، واختتمت أعمالها بقاعة الأمانة العامة للحكومة بالفاشر. أوصت بضرورة الإسراع في استلام المدينة التجارية الصناعية بالفاشر والعمل على إزالة السكن العشوائي ومن المتوقع أول واقع الاستثمارية وإنشاء مفوضية خاصة للاستثمار ومنحها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من مباشرة مهامها في فتح النافذة الموحدة للاستثمار والمستثمرين. وأكدت الورشة على أن حق التصرف في المشروعات الاستثمارية تعد من اختصاصات الجهة المانحة، بالإضافة إلى التوصية بضرورة السعي لتحديث الخارطة الاستثمارية بالولاية حتى تكون شاملة لجميع المشروعات الاستثمارية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمشاريع الاستثمارية مع العمل والسعي لتشجيع الاستثمار بمختلف محليات الولاية. وشددت الورشة في توصياتها على ضرورة تكوين جسم تنسيقي من الجهات ذات الصلة لتنفيذ العمل ومراجعة المشروعات الاستثمارية وتقييم الأداء، كما شددت على ضرورة توفير الخدمات الأساسية المتمثلة في المياه والكهرباء والطرق حتى تسهم جميعها في تسهيل وتسريع العمل الاستثماري بالولاية. جددت الأستاذة رحبة سعيد المدير العام المكلف للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس دعم السودان المستمر لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية وأنشطته. وأكدت لدى لقائها بالأمين العام للمنظمة بتركيا أن الزيارة مثمرة للغاية، وبحثت سبل التعاون المستقبلي وتعزيز دور معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في دعم الدول الأعضاء. وأضافت رحبة أنه خلال الزيارة تم الاتفاق على بروتوكول تعاون مع الوكالة التركية للتدريب تيكا لدعم المختبرات الفنية وتنفيذ برامج تدريب متقدمة لمنسوبي هيئة المواصفات والمقاييس، بجانب زيارة لمعهد المواصفات التركية لتفعيل مذكرة التفاهم والتوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين الجانبين.
مشيرة إلى أن الزيارة فتحت آفاقا واسعة للهيئة بجانب الاستفادة من المنح التركية المقدمة في المجالات الفنية ودعم مشروعات الهيئة الاستراتيجية. كشف مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء علي عباس محمد عن توقف العمل في عدد من المسوحات الإحصائية لعدم توفر الموارد، وتوقف التمويل بعد إجراءات أكتوبر من العام 2021، وأن الإحصاء تعمل حاليا من خلال ميزانية التسيير، وزاد تأتي بأقل من النسب المصدق بها. وقال عباس في تنوير إعلامي حول الأرقام القياسية والتضخم إن الإحصاء لا يملك بيانات حديثة يملكها للمؤسسات الحكومية والقطاعات الأخرى، وأضاف الموارد تعد أكبر تحدي يواجه الإحصاء والعمل الإحصائي بالبلاد، مبينا أن الإحصاء لم تستطع تغيير وتحديث مؤشرات العام الأساس للأرقام القياسية منذ 15 عاما والتي يفترض أن تغير بشكل أساسي. جدد الأستاذ محمد بشير عبد الله وزير المعادن ترحيب السودان بكافة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال المعادن، وقال إنها تجد التسهيلات والرعاية من قبل الوزارة. وأكد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة تطبيقية بعنوان طبيعة حقوق التعدين في العالم وخيارات فرض الضرائب التي نظمتها مجموعة سبائك بالتعاون مع مجموعة النهضة المتحدة، أكد استعداد وزارته لتقديم كل ما يسهل عمل الشركات من إجراءات وغيرها بدءا من الاستكشاف حتى تصل مرحلة الإنتاج، مشيرا في هذا الصدد إلى الثروات المعدنية الكبيرة التي يظهر بها السودان التي تحتاج إلى شراكات ذكية لاستغلالها دعما للاقتصاد الوطني. من جانبه أعلن الأستاذ محمد بشارة محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية ممثل وزير المالية أكد دعم ومساندة وزارة المالية لقطاع التعدين حتى ينهض بالاقتصاد الوطني، منوها إلى أنه يحتاج لتنظيم وتقنين ورعاية حتى يسهم في دعم الاقتصاد، وألفت إلى أنه بالرغم من وجود مشكلات تواجه التقنيين وتطوير المعادن إلى أن مساهمتها في الآونة الأخيرة في الاقتصاد الكلي خاصة الذهب الذي جعل القطاع ينال مرتبة متقدمة بين القطاعات الأخرى، منبها إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للإحاطة به كمورد ناضب. التقى مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل بالمدير العام لشركة سوق قطرة للتنمية العقارية والاستثمار المحدود المهندس محمد عبد الرحيم أحمد. وأشاد مفوض الاستثمار الأستاذ إيهاب بإسهامات مجموعة شركات سوق قطرة وسعيها في تطوير القطاعين الكبيرين، مشيرا إلى أن المفوضية تعول عليهم كثيرا في تطوير قطاعي السياحة والزراعة بولاية الخرطوم، وهما من القطاعات التي تسعى المفوضية لجذب الاستثمارات إليهما، خاصة أن ولاية الخرطوم غنية بالأماكن السياحية بصورة عامة وسياحة السفاري بصورة خاصة والسياحة النيلية بصورة أخص. ودعا المفوض شركة سوق قطرة للدخول في الاستثمار الزراعي والسياحي وهو في إطار مشاركة القطاع الخاص لولاية الخرطوم، ولهذه الشراكة أبعاد غير مرئية وهي تحسين البيئة والمناخ بولاية الخرطوم عن طريق الاستثمار في السياحة والزراعة، مما يؤدي إلى تطوير البنية التحتية للولاية وقيام هذه المشروعات التي تسهم في تشغيل الشباب والقضاء على البطالة. ووعد المفوض بتذليل كافة العقبات لإنجاح المشروع وبدء اتصالات فورية مع مدير الاستثمار محلية جبل أولياء والذي رحب بالأمر، ودعا الشركة والمفوضية إلى زيارة المحلية للوقوف ميدانيا على إمكانيات جبل أولياء السياحية. عبر الأستاذ محجوب السير وزير المالية المكلف بولاية نهر النيل عن رضائهم التام عن أداء صندوق تنمية المحليات كتجربة رائدة لها إسهامات واضحة في تنفيذ المشروعات الخدمية بالولاية. جاء ذلك خلال لقائه وفد صندوق تنمية المحليات برئاسة الأستاذ محمد سليمان المدير التنفيذي للصندوق، حيث ناقش الاجتماع الأداء العام وحجم المشروعات القائمة وما تم التعاقد لقيامه من مشروعات. وقال وزير المالية أن الصندوق يسير بخطى ثابتة في ظل وجود كوادر متخصصة جادة في تغطية الحاجة للمؤسسات والخدمات،
واستمع الأستاذ محجوب لتقرير مفصل حول سير تنفيذ المشروعات وفق العقودات الموقعة مع الشركات المنفذة بجميع محليات الولاية. النشرة الاقتصادية انتهت، نعود لنذكر بعناوينها. مليار جنيه لتمويل مشروع كهرباء مدينة الخوي بغرب كردفان. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان وكوريا الجنوبية. توقف العمل في عدد من المسوحات الإحصائية بالبلاد. ولمزيد من التفاصيل تابعوا الحصاد الإخباري الأخير عند 8 بتوقيت الخرطوم. إلى اللقاء.